طبعا بما انه الحين مع دخول فصل الشتاء بدا موسم الشاي مع هالجلسات الحلوه والطويله، لكن لفتني مشروع لبنت سعوديه، ايش تسوي يا مها؟ وش تسوي يا رؤى؟ تقدم الشاي لكن بطريقه مختلفه. اوكي، مكعبات الشاي. السلام. تخيلي الله. عموما يعني الاجمل انها تطمح هذه الفتاه البنت السعوديه انها تاسس مصنع شاي الخزامه السعودي. رح نتعرف أكثر على هذا المشروع. إذن نرحب بضيفتنا عبر سكايب غزيل البدراني، صاحبة مشروع مكعبات الشاي. أهلا وسهلا بك غزيل، نورتينا. في البداية خلينا نتكلم عن هذا المشروع، كيف جاتك الفكرة وليش اخترتي تحديدا صناعة مكعبات الشاي؟ أهلا فيكم. حياك. بداية فكرة المشروع كان اقتراح من أحد الزميلات لي أني أبدأ هذا المشروع. بديت المشروع كتجربة بالبيت، فلما ضبط المشروع صار كل شيء تمام، بديت أنزله على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم أكيد إحنا يعني فخورين فيك وهذا الشيء. طب ليه يعني ليش اخترتي الشاي مو القهوة، ولا ما تحبين القهوة يا غزيل؟ لا والله أنا من محبين القهوة والشاي. القهوة وش؟ سبحان الله يعني. طيب كلمينا أكثر. تفضلي. بس صدق اقترح علي المشروع فشفت إنه مرة حلو، يعني كان فكرة جديدة وتونها يعني تونها البعدين فيها البنات الحبة وكذا، فجازت لي الفكرة. حلو. طيب ما دام جازت لك الفكرة، وش رايك تشرحي لنا وش الفكرة بالأساس؟ يعني كيف مكعبات الشاهي، يعني وش الفكرة الجديدة فيها، وش الفرق بينها وبين الشاهي العادي؟ هي الفكرة إنه يكون أول شيء الشكل يكون مناسب للتقديمات، يعني يكون شكل دارج. ثاني شيء إنها تصير مزيج بين السكر والنكهة، فإن يعني إذا قدمتيها ضيوفك صار النكهة اللي تجوزها. يعني التقديمات مرة حلوة شكلها، والفكرة إني أدمج النكهات مع السكر فتصير شكل حلو، فأقدمها فازات في التقديمات. حلو. طيب خلينا كمان نعرف يعني هذه المكعبات اللي بتسويها غزيل، هل هي خالية من المواد الحافظة أو فيها مثلا ألوان مصنعة وغيرها، ولا لا هي يعني زي ما يقولوا فريش؟ في 70% منها فريش، في 30% لا ما هي فريش. ندخل الألوان الصناعية كنكهات طبيعية عشان تجذب الألوان، يعني هي فكرتي تقديمات، فلازم أدخل ألوان تشد الضيوف وتشد الزباين، لازم نحط شوية مو كمية كبيرة، كمية بسيطة بس من الألوان الطبيعية. أيوه حلو، يعني حتى التلوين بالمواد الطبيعية، بس إنها هي يعني زي ما بتقولي كده تعزز من اللون أكثر، لون الشاي أكثر. طيب إيش هي خطتك القادمة في المشروع، يعني كيف حابة تتوسعي فيه؟ أنا الحين بادية من البيت، فإن شاء الله فكرتي إني أبدأ مصنع على مستوى المملكة. يعني أنا الحين الحمد لله أشحن الدول الخليج. أيه. أشحن المناطق المملكة، فأنا الحين من البيت، فالخطة إن شاء الله القادمة إني أكون مصنع بإذن الله. كنت أتمنى لك كل التوفيق يا غزيل، وشكرا لوقتك ولمداخلتك معنا اليوم.